طيب يبقى احنا كده هنيجي نحذف حذف الادمن طبقا لتاريخ معين، مجرد ما نضغط عليه يظهر لي خانة زي ما تظهر لي كده، هنظهر خانة زي دي. طيب عشان احنا ما نطولش قوي في التثبيت كده، احنا هناخد زيها كده اهو زي دي، الكنترول هنخليها 23 23، بس هنعدل شوية حاجات، كل ده طبعا هيتشال، وهنعمل خانة بسيطة كده اهو، ونكتب هنا اهو يا رب يا حسين الحال يا رب، آخر ساعة. آخر ساعة، آخر 24 ساعة، آخر 48 ساعة، ماشي هنعمل حاجة اسمها ماشي 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 ماشي، خليها كده أحسن. هنعمل حاجة اسمها مربعات دي، علشان المربعات ديت تبقى كلها تحت بعض كده خلاص. آخر 48 ساعة خلاص، آخر هذا اليوم، هذا اليوم أمس، هذا اليوم أمس، وآخر آخر 2 يوم، آخر 3 يوم، آخر 7 أيام، آخر 30 يوم. معلش شيل، في نظام تاني بيتعمل اسمه آخر ساعة، الساعة اللي فاتت، الساعة الماضية. هو ده النظام اللي ماشيين عليه بعض البرامج، معظم البرامج. وهنا ده المفروض يعني ماشي ماشي، ده المفروض تظهر الساعة الماضية، بدأ الساعة قبل الماضية. بس هو ده بقى المفروض النظام اللي يمشي. بعد كده آخر ساعة، آخر هذا اليوم، هذه الساعة، أو هذه الساعة اليوم، هذا اليوم، الماضي اليوم قبل الماضي. اليوم الماضي، اليوم قبل يوم. هذا الساعة وهذا اليوم واليوم الماضي، اليوم قبل الماضي. ماشي. هذا الأسبوع. الأسبوع الماضي. أسبوع ما قبل الماضي.
كأس العالم العام الماضي العام ما قبل الماضي. تقريبا هي دي الترتيبة الرسمية اللي بيعملوها في جميع البرامج، حتى كمان بجميع المواقع كمان. طيب في بعض الجزئيات تانية هيضاف معاها، ان هو راح آخر الساعة آخر الساعة، وعندك هنا آخر 24 ساعة، آخر 7 أيام، هنا آخر 30 يوم، هنا آخر 365 يوم. خاصة الموضوع اسمه ده بعد كده ايه، انا شايف ان ديت يعني نكبرها شوية مفيش مشاكل، بس يعني احنا ممكن نتجنب ده، نخليه لون يعني مختلف شوية، يعني يعتبر اخر حدث يعني اخر، ماشي خليها مختلف شوية. ايه تسجل بالنسبة للإعدادات اللي هناخده في الخانة دي مثلا، أهو هنطبقه. ده جوه الحذف. لا لا لا، مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا مش هنا، تعال تقريبا هنا ولا هنا برضه، هنا ماشي. اللي احنا عملناه هنا حط نضيف هنا، سبعة وعشرين، 25، 23. يبقى انا حذف القلم بكام؟ خلاص خلصناه. هنخش في مشكلة ليبل اتنا في حاجة هنا ليبل اخر ليبل فيسبوك كمان بالكلام ده، ماشي هو فتح اصلا بتاعه، دي مشكلة يعني. هنشوف فيه ايه. طيب هنشوف فيه ايه في الحتة اللي تخص، هو واضح ان مجرد ما يفتح في حاجة كبيرة، عشان احنا اللود ده، شيل اللود شيل اللود خالص، لان احنا واخدينه نسخ 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 نسخ. يبقى انا كده حذف هنا ايه، ماشي. يبقى احنا كده المفروض الحاجات دي كلها ايه تتلم، تيجي بقى تطرحها شوية عشان ايه تتظبط. واضح ان كده شكلنا كده ان احنا هنقلل اكتر، عشان احنا محتاجين شاشة. احنا ده قلل اوي اوي اوي، وده نحاول ممكن نصغر بقى. احنا كده هنضطر نصغر، كده هنضطر ان احنا محتاجين شاشة، في شاشة لازم هتلاقيها على اليمين. هي بقى كده قلل قوي، وهنا قلل قوي، وهنا قلل قوي، ماشي، وهنا قلل قوي، بس كده.
طيب لسه ممكن نطلع فوق ونرمي الحاجات دي. مش عايز دي شاشة تبقى صغيرة أوي. ماشي احنا ممكن نصرف مثلا في الحاجات. ماشي طيب هات مفيش أي مشاكل، حلو كل حاجة، بس يا ابني أنت بتاع الميكروفون أنت، حاول بقى ايه نقلل قوي علشان ده مش هنقدر نقلله اكتر من كده، وده اكتر من ده شوية، وده مش هنقدر نقلل اكتر من كده. عملنا كده اهو ايه مطبخ. بس لسه مازلنا في حتة مقطوشة، نحاول نعملها حتة مقطوشة دي بقى. هنضطر إن احنا نصغر خلال 7 طبقات تقريبا. يعني الحاجات اللي هي الصغيرة دي ممكن تكبر نكبرها مفيش مشاكل. لكن الحاجات الكبيرة دي خليها زي ما هي صغيرة وخلاص. لا ودي بقى انه ايه لازم تبقى صراحة. بس كده خلاص. بقى حاجة اسمها شاشة تصفر من ناحية جوه. الشاشة دي هي الايه الاستبيان بعد ما ندخل زرار. شاشة الاستبيان ايوه بالشكل ده كده. شاشة الاستبيان ونحاول ان احنا نقلل الصبيان ده لحد هنا كده اهو،
وهنا في ازرار الحسم بقى اللي هو ايه يحسم اللي هو ايه يحذف لنا يحذف لنا الادنى. يبقى احنا كده بالنسبة إجراءات حذف أكتر تاريخ عملنا التهيئة الأولية للإيه للحذف، سواء آخر ساعة، هذا الساعة اللي إحنا فيها، هذا اليوم، هذا إيه العام، تمام، هذا العام، وهكذا. هنبدأ الحلقة الجاية هذا الساعة، الحلقة الجاية هنعمل لها هذا الساعة. شوف ايه اللي اتضاف في خلال هذا الساعة اللي احنا فيها، احنا دلوقتي في الساعة ايه الساعة واحدة دلوقتي، ايه هو اللي اتضاف في خلال الساعة واحدة.